معنا محمد مازي غنايم، رئيس بلدية سخنين وأيضا رئيس اللجنة القطرية رئيس السلطات المحلية. يعني محمد، المدن في الوسط العربي زادت مدينة وهي الجار عرابي. عرابي معروف في بينه وبين أهل سخنين المحبة والمودة، إخوة الدم، يوم الأرض، وأيضا البطوف. فلك كلمة تهنئة لعرابي. لا صدقني انا سعيد جدا لانه سخنين وعراب ودير حنا بلد وحده، ولمن الساسي في هاي الدول يسموه المثلث الاسود، احنا سميناه مثلث النور والحمد لله رب العالمين. فبدي اقول مبروك لاهلنا في البلد الجار عرابي. المظبوط الصبح اتصلت في صديقي وزميلي واخي ابو حسين رئيس المجلس المحلي، اللي بعد شهر من اليوم ان شاء الله راح نقول عنه رئيس بلدية عرابي. فطبيعي هذا فخر للجنة القطرية، هذا فخر لمثلث يوم الأرض، هذا فخر لقرانا ومدننا العربية، وهذا فخر لمجتمعنا العربي في الداخل. فبس بقول مبروك لإلكم، مبروك لإلنا جميعا، لأنه الإشي طبيعي اللي بعود بالفائدة لأهل عرابي طبيعي بعود بالفائدة علينا كأهل سخنين وعلى جيراننا من دير حنا. فبقدر اقول لهم مبروك من قلبنا، وان شاء الله انه الدوله لازم تعرف انه للمدينه لازم يكون مقومات مدينه، فطبيعي كلياتنا راح نتكاتف ونطلب من وزير الماليه رئيس الحكومه انه يعطي دعم اكبر للبلد الجار عرابي عشان برضه يكون عندهم مقومات مدينه ان شاء الله.